واتي زابل خوت متزاكيز تشيكين ان او تاني بدرس جديد ان شاء الله اللي غادي يكون درس بيزك وسهل بزاف اللي غادي نحاول اني نلخص فيه شنو هما لي زيتاب اللي خصك دير باش تحصل على فورمه وتحصل على جسم ناشف. يعني مالوغوزمون القضيه سهله بزاف مي هي نورمالمون ما ساهلاش, خصك تكون عندك مايند سيت ديال المحارب وشي واحد اللي كيصبر للدايت وكيصبر للجوع وكيصبر لونطريمون والفياق بكري ولا ديسيبلين. مي هادشي كامل 70% ديال الناس اللي كيترينيو عندهم مي ما كيوصلوش للهدف ديالهم مالوغوزمون على حاجه وحده, الشركات كثروا والماركتينغ, الشركات كيديروا كوبريشنز مع ديزاتليت ويوتيوبر اللي كيقولوا لكم شي حوايج, كيقول ليه بحال اليوتيوبر كيقول الشركه ديالو كتقول ليه قول بهاد البساعه زوينه غنخلصوه, بيان سور هو لقمه العيش ديالو دونك غادي يقول بساعه زوينه وغادي يبدا عليك نو بساعه الاحماض الامينيه اذا ما كانش فيه لا بروزفيرونس دو لا سكيفيرونس دو لا بيبتيد هادي كيبقى يطلق الطب ديالو وما قاريش اصلا مما كيخليك نتايا كتخلع كتقول او ترى خاصني نحسب الامينو اسيد زو شحال ديال الانسولين فلاسكوفيرونس نو ما كاينش هادشي. نورمالمون اذا تبعتي ايطاب سهله نورمالمون كاين نيفو برو بيان سور كنحسبوا الملحه كما اللي كندير انا دابا, مي اذا بغيتي فورما راه حاجه طبيعيه صاب باكين تايم رجع ل 1903 كان شنو سميتو كاع بابي باندر ما كان لا دوباج لا والو, كانت عنده فورمه واعره ما كان اللي كيحسب تزفته كان غير كياكل وكيتريني بوم وعنده تريسابس اللي حتى دابا مازال ما اتشيفاها حتى واحد بلي بيبتين يعني عنده غوش شو. بغيت الخوت غادي نبداو وغادي نطرقوا لبعض الحقائق من بعد و الجيفيو سام بونسز على كيفاش تجري الدايت ديالك وكيفاش الدايت ديالك تكون سكسيسفول. اول حاجه اذا ما كنتيش مقتنع انك باغي دير الدايت ومقتنع بالهدف ديالك ما تفرش في الفيديو حيت ما غادي يفيدك بوالو. علاش؟ حيت الصاد اذا ما كنتيش عندك هذيك المايند سيت ديال انك عندك هدف واذا بغيتي توصل لهذاك الهدف ها شنو خاصك وها شنو خاصك, خاصك تعرف شنو خاصك. يعني بحال قلتي انا باغي فورمه يعني ان اوردر باش ندير فورمه عاجيني الجوع بالليل غادي نفيق مع الصاد الصباح بنادم باقي نعاس غادي نعيا بحال كيما كندو معكم دابا انايا الدراري راه ما كناكلش الكاردو دابا شي 3 ايام فيه الموت الجوع والعيا وما عرف شنو. المهم هادشي ما تاخذوش معيار ما تاخذونيش معيار حيت انا عندي كومبيتيسيون انا حاجه اخرى بعيده كندوي انا على الناس باش تربي فورمه عاديه تربي فورمه زوينه وتربي صحتك راه جد سهله بزاف والناس خلاوها انها تبان صعيبه بزاف وخلاو الماركتينغ نو البي لا كارنيتين وشي وحدين كاع مشاو بعيد قال لك خصك تعرف فاصله الدم ديالك دابا باش دير الميوزيك كانت بي فاكين سيريس مان. بغيت الدراري نطرقوا لاول نقطه اللي هي نيوتريشن والماكروز. ام جلاد الحمد لله ان الناس في المغرب دابا ولات كتعرف شنو هو ماكروز حيت شحال هادي فاش كنت كندير لي فيديو بحال كارب سايكل هادي في 2016 ولا 2017 والله ما عقلتش كنت كنقول ماكروز بنادم ما كيعرفش. بوغ لانستون الحمد لله كاينين يوتيوبر اللي متقفين ولاو كيشقفوا عباد الله وكاينين دراري اللي باغيين يفهموا دونك ولات كتفهم شنو هي كلمه ماكروز. ماكروز كلمه هي بروتين كاربس ان فات. كاينه مايكروز بي اللي هي توسكي مينرالز اند ستاف ليف ذات بيهايند ان شاء الله نطرقوا ليه في موضوع واحد اخر. دابا غادي نطرقوا للموضوع ديال الماكروز بوحدو. الماكروس الخوت كتبت لكم هنا لي زيتاب درت 5 ديال لي زيتاب اللي غادي يكونوا ساهلين بزاف باش بلا ما نطول عليكم. الماكروس هما بروتين كاربز اند فات. في كل غرام ديال البروتين كاين 4 كالوري هذه معروفه. ذا سيم ثينك على الكاربس والفات فيها 9 كالوري. هذا الشيء ما كيخليش ان الفات خايبه حيت نورمالمون كنشوف واحد لا ميس كونسيبسيون ديال الناس كيقول لك كتخيل ليه انه داك الفات غادي يتشحن ما عندها حتى علاقه عندها حتى علاقه في راسك باللي البروتين والكارب يقدروا يشحموا اكثر من الفات حيت جلايكونيوجينيسيس خصوصا الكربوهيدرات ملي كي يتكونفيرت ملي كيتحول الجلايكونيوجينيسيس هذاك هي الفات يعني كيمشي من الجلوكوز السكر الجلايكونيوجينيسيس اللي كيولي فات وكيولي كوليسترول دموي وكيولي مشاكل في الدم. دونك الكاربز هو السورس نمبر 1 اللي غادي تقدر تخليك غليظ اللي بحال الخبز الروز البطاطا هما اللي غادي يغلطوك. اما لافوكا اللوز زيت العود راه ما غاديش يغلطوك حيت اتس امبوسيبل واخا فيهم لي كالوري بزاف دونك غادي يغلطوك بازيكمون بلي كالوري ديالهم يعني بلو تيرم عادي ماشي لو تيرم سيونتيفيك وتعمق غيغلطوك حيت فيهم لي كالوري بزاف يعني ما خصكش تكثر منه
That's all. أول حاجة، تاني حاجة الدراري غنبغيو نطرقوا لها هي الميتابوليزم. وما هو الميتابوليزم؟ الميتابوليزم خاصك بلا ما نشرحه لكم الدراري بزاف باش ما نطول عليكم فيديو، خاصك تتعامل مع الميتابوليزم ديالك، يعني الفران داك كتحرق، خاص الميتابوليزم يكون كيحرق بزاف. اذا بغيتي انك تبول كي تسيشي، بغيتي تكون رياضي مثالي، خاص يكون عندك ميتابوليزم زوين. بوين فينال. اذا نورمالمون حنا كاملين نقدروا يكون عندنا ميتابوليزم زوين، مي شي وحدين كيديروا شي حوايج اللي كيخليو انهم يهرسوا الميتابوليزم ديالهم، منهم انك كتاكلش مزيان كتخربق، ثاني حاجه انك كتاكل بزاف، ثالث حاجه هي داير دايت، وهاديك الدايت ديال الجوع اللي كان مالوغوزمون كنشوف دي كوتش، شحال من واحد من لي كليون ديالي كيجي من عند كوتش واحد اخر كيقول لي انا كنت مع الكوتش فلان فلاني راه كان عاطيني زيرو كاربز لمده شهر. اذا الكوتش ديالك عطاك زيرو كاربز لمده كتفوت 10 ايام ولا 15 يوم، عرفوا راه ما كوتش ما والو، حيت الكاربز ار بيزكس اصلا. بغيت الميتابوليزم خاصك تتعامل معاه بحال العافيه، يعني العافيه قد ما زدتيها العود قد ما كتشعل، يعني قد ما زدتي الماكله هيلثي فود كل 3 سوايع ولا ساعتين ونص الميتابوليزم ديالك غادي يخدم ما يشرينكيش. ثالث حاجه غادي نبغيو ندوي عليها الدراري هي البيز دايت، يعني البيز دايت اللي مبازين عليها كاع لي ريغيرش تقريبا في العالم كامل. هادشي ماشي اكوريت الدراري، زعما ماشي محدد، هادشي ماشي فاكت، ماشي قاعده، حيت الحديد كامل والهيومن بادي مالوغوزمون ما فيهمش قاعده، يعني ما كاينش قاعده محدده، يعني ماشي كيقول لك عليك ان تاكل 2 غرام لكل كيلوغرام من البروتين لتصبح بالعضلات، ما كاينش هاد الهضره هادي، ما كاينش. كل واحد وكيفاش داير، وكل واحد وفاش خدام، وكل واحد كاين اللي كيتحرك بزاف، انا مريح في بيرو، كاين اللي خدام السعي البريد، كاين اللي خدام كيسربي، كاين اللي خدامه في بيرو، كاين اللي ما خدامش ناعس، يعني هادشي امبوسيبل انك غادي تجمع واحد مع واحد. وثاني حاجه هي عامل الجينات، كاين اللي عنده ميتابوليزم اون فاير كيحرق بزاف، كاين اللي اكتومورف، كاين اللي اندومورف، ميتابوليزم ديالو ميت مقتول من عند الله، يعني فهمتي اتس امبوسيبل انك تقول كل 2 غرام ديال البروتين كل كيلو. الهضره ديال لي جيم، بنادم اللي كيبغي لي جيم كيقول لك كل 5-10 بصافي. البيز دايت اللي مبازي عليها البوبليشن الافريج، يعني المعدل المتوسط في العالم، هي انك تاخذ 1.4 غرام ديال البروتين لكل باوند، ماشي لين بادي ماس، كل باوند يعني لين بادي، البادي ماس كامله. نفس الشيء الكاربز 1.4 و 0.25 الفات، يعني هذا غير معدل متوسط، راه ما كاين التقاعده كتقول بلي خاصك 0.25، حتى هاد الهضره اللي كنقولها دابا غير محدده اتقول. بغيت هادي كنسميوها بيز دايت، بما يعني هاد الدايت هادي اذا خديتيها غادي ما تطيح ما تزيد، يعني بحال ناخذ مثال واحد عنده كيف ما قلت لكم الخوت، ناخذ مثال ديال واحد عنده 200 باوند، فيه 200 باوند، دونك غادي تكون البيز دايت ديالو 280 غرام بروتين، 280 غرام كاربس، و 50 غرام فات. يس ات از رايت. هاد لي ماكرو ما غادي يزيدوك حتى غرام وما ينقصوك حتى غرام، يعني تقدر تاخذهم ديما ما يزيدوك حتى غرام ما ينقصوك حتى غرام، مور اور لينس. كيف ما قلت لكم الدراري ديما كنبقاو في خانه الغيبيات، تو بي اونست، بين قوسين. من موراها غتبدا هاد الدايت هادي. الفود تشويسز اخويا كيلعبوا دور كبير، يعني البروتين اللي في الدجاج الصدر ديالو مبخر راه ماشي هو البروتين اللي في كاي اف سي، كاي اف سي هو فيه بروتين ولكن راه ماشي نفس، سي با لا ميم شوز. كنشوف مالوغوزمون بزاف ديال الناس كيشدوا برجر كيقول لك الدراري هذا فيه كاربز وبروتين وفات. كان بي فاكين سيريس. اوكي. موراها تاخذ الفود تشويسز، يعني تاخذ الصدر ديال الدجاج، البيض ديال الحوت، البيض ديال البيض، الحوت حتى هو مزيان، سردين، مي شوف ما تحسبش البروتين كبروتين، حسب حتى الفات اللي فيه، بحال السردين الناس كنشوف ناس كيقولوا 100 غرام سردين فيها 30 غرام ديال البروتين، واو زوين، راه خصك تعرفها باللي فيه 15 غرام ديال الفات، يعني حسبت هذيك الفات، من الاحسن تاخذوا كالكوليتور بحال ماي فيتنس بال هو اللي كنحسب به واللي كيحسبوا به كاع لي زاتليت هو اللي اكوريت. ولكن واحد الحاجه باش تبغوا تدخلوا في ماي فيتنس بال، بحال درتي دجاج مسلوق كتب دجاج مسلوق
دير شي دجاج مبخر دير كتب دجاج مبخر. بزاف ديال لي ميس كونسيبسيون ديال الدبايتس كيتكلموا على واش تعبر قبل ولا بعد، راه بحال عبرتي قبل بحال عبرتي بعد. يعني الروز اذا مسلوق تكتب الروز مسلوق، اذا ما مسلوقش تكتب الروز كخو يعني خضر. غير هي من الاحسن تعبره خضر. علاش؟ حيت فاش كيتسلق ما تعرفش شحال ابسوربه ديال الماء. يعني روز شارب 500 غرام ديال الماء راه ماشي هو روز شارب 200 غرام ديال الماء، حيت ما تعطيكش نفس الكميه. يعني بحال قلتي سلقتي 100 غرام وابسوربات 500 غرام غتولي 600 غرام. اذا سلقتي 100 غرام وابسوربات غير 200 غرام ديال الماء غتولي غير 300 غرام. وهنا فين كاينه الميس كونسيبسيون، داكشي علاش اي حاجه كيتزاد عليها الماء خاصها تعبر قبل. بغيف كيف ما قلنا الخوت، هاد الدايت هادي غادي تبداها، غادي تاخذ الفود اوف تشويسز الكاوكاو واللوز بينات باتر لعيبات مزيانين. حاول ديما تاخذ الحاجه اللي ما فيهاش الصوديوم خايب. يعني ما كندويش على الملحه، الملحه راه والله ما كنتي كتاكل الملحه لا كبرتي. غادي ندير لكم سوجي قرر ديجا كتبتو، غما بغيتش نديرو دابا حيت صعيب بزاف، وبغيت ندير لكم بهذا عاد ندير الاخر. اذا ما كنتيش الملحه ما تكبرش، it's impossible. Aldosterone EDH اللي هو anti diuretic hormones ما يخليوكش تكبر اصلا، ما يخليو لا GH تفرز، ما يخليو لا بروتين يتابسورب مزيان، لا والو. ما عمرك غادي تكبر اذا ما كليتيش الملحه. هم مالوغوزمون كنشوفوا بزاف ديال الناس اللي قدوه عند عباد الله كيقول لك انا قاطع الملحه باش ندير الطريق. قاطع الملحه واش من نيتك الصاق تضحك على الوقت؟ مستر اولمبيا ما كيقطعش الملحه وانت كتقطع الملحه، كيدير شي لا. وما تجبدوش ليا هرمونز في هذه القضيه باللي هذا ناتشورال وهذا ماشي ناتشورال. بالعكس، اللي ناتشورال هو اللي ما خصوش يقطع الملحه، اللي الناتشورال هما اللي كيقطعوا الملحه في اخر 24 ساعه. علاش؟ حيت التستوستيرون كيدير واتش ريتينشن بزاف، مما كيخليهم بزز منهم انهم ياكتيفيو الالدوسترون اللي هو هرمون اللي كيجبد لهم الصوديوم، ومن بعد كياخذوا البوتاسيوم باش يفلاشيو السيستم ديالهم، داكشي علاش كيبقاو يمشيو للتواليت بزاف. بغيت موضوع طويل بزاف، عرفكم ما فهمتوش القضيه، ام سوري. كتاخذ هذيك 280 غرام 280 50 غرام، يعني كتاخذ هذوك لي ماكرو ديالك لمده 5 ايام. كتبقى تعبر راسك كل صباح قبل الفطور بعد الطواليت، كتبقى تعبر كيعطيك واحد لو شيفر بحال قلتي 200 غد ليك كتولي 199، بعدو كتولي 199 عاوتاني، بعدو كتولي 198.5. يعني خاصها تبقى تهبط ماكسيموم بواحد. اذا هبطات اكثر من واحد زيد الكاربس، اذا هبطات اقل من واحد مزيان. يعني اذا هبطات 500 غرام ولا 700 غرام راه اتس بيرفكت. الا اذا كنتي غليظ بزاف وهز الماء، كون متوقع انها تقدر طيح حتى لجوج وهذيك الساعه ماشي مشكل، ولكن غير 15 يوم الاولى. يعني اذا كنتي انسان عادي ماشي شريدد، ما عادي جدا زعما ميسكلي بخير، خاصها تهبط من 500 غرام حتى 800 غرام ماكسيموم كاع. من موراها النهار الخامس والرابع كتاناليزي البو ديالك. يعني اذا لقيتي 188 وتعاودات عاوتاني 188 188.1 وتعاودات عاوتاني 188.1، كتجبد السلاح رقم 2. حيت لا سيش فيها اسلحه نورمالمون، اذا جيتي ودرتي ديفيسيت ودرتي الفات بيرنر وشريتي كارنيتين وداكشي، غادي طيح العضله وتولي فاكن صغير، وغادي تهرس الميتابوليزم ديالك. بحال واحد الكليون كان جا عندي، اقسم بالله العظيم ما يبيغ يتفرج فيديو غادي يعرف راسو مهلوك بالدايت. انا فاش جا عندي قلت ليه بليز سير شيتي واحد 3 ايام ولا 4 ايام عاد جي نقدر نبدا معاك، حيت راه اتس امبوسيبل. كنهلكو واحد الكوتش بالدايت وهرس ليه الميتابوليزم ديالو، وذاتس بريتي باد. غادي ندوي في هاد اللعيبه في موضوع واحد اخر على الميتابوليزم كيفاش يقدر يتريبيرا وكيفاش كيتهرس. ديجا النهار الخامس اناليزي البو ديالك، اذا لقيتي راسك ستاغنيتي واحد لي 3 جوغ في واحد سيغتان نيفو، اش كدير؟ كتنقص الكاربز بنسبه نورمالمون. انا مع راسي ومع لي كليون ديالي كنقص بنسبه 5 حتى 10 غرام في كل ميل، مما كيعطيك اوفر اول 60 غرام في النهار. يعني غادي تجبد السلاح رقم واحد هو تنقص 5 غرام حتى 10 غرام ديال الكاربز على حسب نتايا وعلى حسب الانسولين سنسيفيتي ديالك. يعني شوف انت الدات ديالك كيفاش كترياكتي مع الكاربز. اذا كنتي كتاكل الكاربز وما كتغلطش بيان سور خصك تنقص، فهمتي؟ خصك تنقص. اما اذا كنتي كتاكل الكاربز وكتغلط بزاف خصك تنقص بزاف، تنقص واحد 10. اما اذا كنتي بحال قلتي عندك ميتابوليزم فرفاره تنقص غير 5 واش باين فيك. بغيت من موراها في النهار الخامس
كتنقص الكارب، عاوتاني كيبقى يطيح البوا، يطيح ملي كتنقص ديك 5 غرام كتنقصها لسيمانه كامله، من موراها كتشد ديك الورقه سيمانه كامله البوا ديالك شحال كان، كتاناليزي اذا شتي عاوتاني وقع لك بلاطو وقف البوا هذه المره الكارب ما غاديش ينفعك اذا نقصتيه، دونك غادي خاصك افاكين ريفيد داي. وات از ا ريفيد؟ ريفيد لو تيرم سيونتيفيك ديال شي تميل، حيت شي تميل مالوغوزمون تعداو عليه المغاربه، كلشي ولا كيقول لها نمشي نضرب شي تميل دفاك اصاحبي راه عندك 14% بادي فات يعني شي تميل، شي تميل الناس كيضربوه اللي فاك نايستيريك، يعني شي تميل عنده بيربسس الساركوبلازم اللي خصو يتنفخ بحال العروقه والانترا سيلر واتر يعمر والاكسترا سيلر يتفلاشا عبر الطواليت. اما نورمالمون ام غانا هاف ا فاكين تشيت ميل اليوم ما ترينيش مزيان اوكي بغيت دونك كيف ما قلت لكم مني تحتاج ريفيد. ريفيد لو تيرم سيانتيفيك ديال شيت ميل. ما هو ريفيد؟ ريفيد هو غادي تشد الكاربز ديالك بحال اللي قلتي نتايا، ملي كتبقى تهبط كل سيمانه 50 غرام ديال الكاربز غتلقاك وصلتي لواحد 200 غرام ديال الكاربز ولا 180 غرام ولا واحد على حسب بين قوسين، غتشد هذوك لو شيف غتضربو بجوج، هذا هو الريفيد. وغادي تبقى تاكل نفس الفود، يعني كتاكل شوفان غتبقى تاكل شوفان، ما تبدلوش حتى بالروز حيت الدات ديالك مادابتيه للشوفان، غتخليها للشوفان بوان فينال. ما تخليش الدات ديالك فين تواندري، ما تخليش الدات ديالك فين تبقى تقول شنو هو هذا الشيء وتبقى تحلل فيه وتبقى فهمتي تقدر غير تعصم. It doesn't make sense at all. يعني كتاكل شوفان خليك في شوفان، طاطا حلوه خليك في طاطا حلوه. بغيف من موراها غادي دوبلي الكاربس كما قلنا بجوج، البروتين غادي يبقى هو هو ودوبلي حتى الفات بجوج. يس يعني الفات اذا كانت بحال قلتي وصلات عندك 50 غتاخذ 100 غرام في ذاك النهار نيت في نفس النهار. والماء ديالك الواتر انتيك حتى هو غادي دوبلو. علاش غادي ندوبل الواتر انتيك ديالي؟ حيت الدراري الماء راه بيسيكلي واحد الحاجه اللي كتساعد في الهضم بزاف، وخصوصا في ترانسبورتيشن الكاربز للمصل، يعني الكاربز جلايكوجين، الكاربز جلوكوز جلايكوجين وجلايكوجين انتو مصل، يعني الماء هذا البروسيس كي ماستري هو اللي كيدير الونغ سايد ويز بوتاسيوم اند زنك اند ستاف، ولكن الاحسن بلا ما ندخل في هذا الموضوع. وفي العشيه مورا لاصال تاخذ شيت ميل. يعني تشيت ميل ما هو تشيت ميل؟ تشيت ميل هو شي حاجه تكون هاي بروتين، يعني تقدر تاخذ طاكوس بيان سور، طاكوس ولا برجر في الكفته والعيبات. شيت ميل اللي خصك تبعد منه هو البيتزا الحلاوي وداك الشيء، وعاوتاني شيت ميل اللي تقدر تاخذو حلو هو بحال اللي قلتي تشيز كيك. تشيز كيك كتكون كالوري دانس، يعني فيها البيض فيها لا كريم هذاك الميلك كندنسد ميلك بحال البوريسيما، فيها البروتين، يعني شي حاجه اللي دانس فيها اللوز دانس عامره بزاف وصغيره، هذا اتس تشيت ميل. من موراها بيان سور اذا كنتي 180 باوند وصلتي ليها الغد ليه ما تصبحش 180، تصبح 184 ولا 183، دونك ولا بد يتزاد البوا على الشيت ميل والكارب اب على الريفيد، يعني يتزاد. ولكن غتعطي راسك 3 فاكين دايز، غتهبط من 184 حتى ل 178، يعني غتكاس هذاك البلاطو. يعني انت كتكون بحال هكا كضرب شيت ميل كطلع ياك، هذا هو البلاطو ديالك، كتكون البوا ديالك صافي تستاغنا ما كيبقاش كاع قاد يهبط، كضرب شيت ميل كيطلع من موراها 3 ايام كيهبط وكيفوت البلاطو كيوصل حتى لهنايا. هذا هو البيربس ديال تشيت ميل، وما عنده حتى بيربس واحد اخر من غير البيربس ديال لي كومبيتيسيون اللي ان شاء الله غادي نطرق عليه من هنا من بعد. وغادي نوريكم دي تكنيك ديال بيك ويك، ديال كيفاش انك تبان شريدد وديال بزاف ديال الحوايج. من موراها الدراري غادي ندوي على بونوسز، يعني البونوس هادو هاد الحوايج اللي غادي ندوي عليهم دابا غير خضره فوق طعام. يعني كنشوف ناس كيقول لك مالوغوزمون كيقول لك انايا سمعت باللي الدوش بالماء بارد كيضعف، غنبقى ندوش بالماء بارد. يو ايتين فاكين بيتزا فور دينر اصاحبي، كليتي بيتزا وبغيتي كتسنى الماء بارد يضعفك؟ نو هاد الماء بارد حتى كتكون داير الدايت الكارديو كلشي عاد كيبان لك الماء بارد. البونس اللي ندوي عليهم الدراري هو كيفاش تخلي الميتابوليزم ديالك خدام بالزربه، وكيفاش تخلي الميتوكوندري اللي هما الفران ديال الدات اللي كيحرق الجلايكوجينيسيس بروتين جلوكوز ايفريثين، كيحرق اي حاجه تخليه خدام كونتينيوسلي، حيت ما حدو كان خدام اتماسي دغيا اتسيشي دغيا اتبان اتليتيك ما تعياش بزاف ديال الحوايج. اول حاجه هي تاكل كل ثلاثه السوايع،
عارف بلي كاين انتومين فاس ما كتاكلش جوج مرات في النهار اتس وركين، ولكن انا ام سجيشن بلي اذا كنتي من 16 عام حتى ل 25 عام ما يصلحش لك انتومين فاس انا صاف، الا اذا كنتي اوبيز كان فيك واحد 120 كيلو. اما نورمالمون الهرمونز ديالك باقيين في البيك eat some fucking carbs الصاد و eat a lot، eat ثلاثة المرات في النهار يا مسخوط الوالدي راه فاش تفوت 26 عام 25 عام وخصوصا فاش توصل 35 التيستو راه غادي يهبط، وديك الساعه سير دير انتوميتين فاستين باش تطلع التيستو. اما التيستو ديالك باقي طالع حرام عليك تمشي تكرفص على راسك ودير انتوميتين فاستين. بغيت هذا وجهه نظر ديالي بيان سور بيزد على بزاف ديال الريسيرش علميه وبيزد على بزاف ديال الحوايج اللي كنعرف ممكن عاوتاني اللي غادي يكونتراديكتي، ومالوريزمون كنشوف بلي هاد الانتومين فاسن ولا تسويقي بزاف ولا تسويقي بنادم ولا ربح منه ميمي مالوريزمون. بغيت اول حاجه هي تاكل كل ثلاثه السوايع. ثاني حاجه غادي نبغيك ديرها هي الدوش بماء بارد، وي يعني اذا كان عندك بانواخ تعمر البانواخ وتلوح عليه الثلج وتخشى فيه 20 دقيقه هادي زوينه. علاش؟ حيت تنفعك، حيت نورمالمون الدات ديالنا درجه الحراره ديالها 37 بين قوسين فاصله. بغيت مني كتلاح في درجه بروده بارده كتدخل الدات ديالك في واحد لاطا سميتو هوميوستاسيس. يعني هوميوستاسيس الدراري هاد لاطا ما كنستعملو بزاف في هاد لي سيري ديالي. هوميوستاسيس هي الدات ديالك مني كتحاربك باش ترجع للكونفورت زون. ما هو الكونفورت زون؟ هو الدات ديالك فين مرتاحه. يعني نتايا ملي غتخشي الدات ديالك في الثلج راه اذا بردات الدات ديالنا هبطات من 37 ل 35 غتموت. يعني الدات ديالك كتحاربك وكتحرق الكاربس والفات باش تشعل العافيه لداخل باش تسخن نتايا باش تبقى في 37، مما كيخليك انك تحرق حتى 800 كالوري في 20 دقيقه غير على قبل الهوميوستاسيس، على قبل الدات ديالك باش تبقى مرتاحه. وهذه اتس تول تكنيك بين قوسين. ثالث حاجه الدراري هي الابل سايدر، يعني الخل ديال التفاح ابل سايدر فينيغر. غير تفيق في الصباح تاخذ غلاقه مع كاس ديال الماء انكريزين بي اتش ليفل و دايجيشن يعني الديجيستيون ديالك الهضم ديال الماكله ديالك كيولي سوبر 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 ناتشورال. ثالث حاجه فاست كارديو. رابع حاجه انا ثالث حاجه نبقى نقولها 10 مرات. رابع حاجه هي فاست كارديو. فاست كارديو يعني دير كارديو على معده خاويه، ماشي مهم شحال، المهم هو دير ذا فاكين كارديو حيت عنده بزاف ديال المزايا. اول حاجه لا فلاماس لا فلاساج. علاش فلاماس؟ حيت العضله قلب راه عضله، كارديو قلب عضله. يعني نورمالمون دات واحد عنده 60 كيلو ولا 70 في 70 كيلو نعطيو مثال، القلب ديالو قد 70 كيلو، اذا جاي ماصي 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 وما كيديرش كارديو ما كيترينيش عضلات القلب، القلب ديالو يبقى صغير وهو غادي تولي فيه 100 كيلو، مما يخليه ما يبقاش قادر يتنفس. هي ويل سكيب ا فاكين بيت، يعني حتى الضربات ديال القلب ديالو غادي يوليو مخربقين، مما كيخليك انك يو ار ريلي فريكين اوت. بعض المرات القلب ديالك بعض المرات كتشوفه ما كيضربش، بعض المرات كيضرب كتخلع، فهمتي؟ ويتش از بريتي باد الصاد، ويتش از بريتي باد ان ديدلي، يعني تقدر تموت في هاد اللعيبه هادي. اذا كنتي باغي تماصي ما تماصيش هذاك الماص ديال الحمير، ماص بعقلها، وديما لو بيو الدراري يكون فيه عام ولا عام ونص على يكون فيه شهر ولا شهرين. To be honest انا نقدر ندير بو فيه حتى سيمانه نولي فاكين شريد، ولكن من بعد يعني نطيح الميوسكل نقدر نمرض نقدر نوقعو بزاف ديال الحوايج. بغيت وصلنا لخامس حاجه ولا باقي في ثالث حاجه؟ خامس حاجه ولا ما طراب حاجه والله ما عقلت. هي ستيك تو يور فاكين دايت، يعني هادشي اللي كنقولو طبقو. راه كيقول لك واحد المثال سمعني مزيان اش غادي نقول لك. ا بلان نشرحه بالعربية، يعني بلان كيبقى غير بلان اذا ما طبقتيش. يعني النوم واحد المثال سمعتو كان قالو ما عقلتش شنو سميت واحد باحث وعالم قال لك no matter how hard your plan is it is zero if you do not execute it. يعني ماشي مهم ان الضايب ديالك شحال صعيبه ولا شحال قاري انت ولا الكوتش ديالك شحال صعيب ولا عندك الواي وعندك الدوباج وما شنو، هادشي كامل ما كيهمش اذا كنتي ما غاديش تطبق اصلا. يعني شنو هي الفائده من انك شاري التستوستيرون وما كتمشيش تضرب؟ فهمتي؟ انا زعما انا عندي التستوستيرون مزيان، مي اذا ما انجكتيشيش ما غاديش تسمك الدوب. يعني هذا غير بين قوسين غير مثال. بغيت الخوج ستيك تو فاكين دايت
واللي عنده شي كواشنز دروب اوت بلاو ان شاء الله نجاوب. وبيان سور حتى الانستغرام راه كنجاوب على داكشي اللي قد يجي نسير حيت عارفين البلا ما كيكونش الوقت. ام جريتلي سوري يعني كنبيكي 20 كيسيون في النهار 25 كنجاوب الناس. It was really nice الدراري نشرح لكم هاد اللعيبه. وبليز الدراري خو راسكم داكشي ديال الماركتينغ ما تبقاوش تابعين بنادم. ام اتس فيري باد ام فيلين سوري على هاد الاندستري هادي اللي والله العظيم تاع من هنا ل 2008 كانت حلاوه. مالوغوزمون دابا كلشي ولا طبيب كلشي ولا كيدوي. ام فيلين جريتلي سوري. ولكن الخوت النصيحه للناس اللي يلاه بادين ولا الناس اللي كيترينيو دابا نيت وبادين ما تسمعوا لتا واحد. واذا كنتو بغيتو تسمعوا سيرو ديفلوبي ودي ريشيرش الدراري يعني حتى لي فوروم ديال البادي بيلدر ما تبعوهم. سير بحث في ميديسين بحث في لابيوشيمي يعني بحث على الذات ديالك اصلا. يعني علاش بنادم يجي يقول لك نو الكاربز ورصه ديال العشيه خايب؟ علاش هو يجي يقول لي هاد الهضره هادي؟ علاش تسنى؟ اوكي سير دير ريشيرش. دير ريشيرش ماشي في البادي بيلدر. دير ريشيرش كيفاش الذات ديالنا كتعطي رياكسيون مع الكاربز، كيفاش البادي تايبس كي رياجيو مع الكاربز. يعني دير ريشيرش. بغيت الخوت it was really nice talking with you. هذا هو الفيديو ديالنا تسالى هنا. اذا عجبك بيان سور go down subscribe and like and thank you so much الخوت. اذا if you made it till here you're a fucking legend. وتهلاو لي فراسكم and see you.